السلام عليكم، صباح الفل على الجميع. النهاردة معانا عجلة، يلا بينا نشوفها. في بايك كلاب جبنا لكم موديل A5 من شركة جالاكسي، موديل A5. وهي من فئة الام تي بي او الماونتين بايك. تمام، اول حاجة الفريم بتاعها حديد ولا ألمونيوم؟ تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض. الفريم بتاعها ألمونيوم، تمام، برضو عن طريق المغناطيس قلنا في حلقات كتير تقدر تعرف. الألوان بتاعتها في الأحمر في الرصاصي وفي الأزرق، أنا جبت لكم الموديل ده اللون بتاعه أشيك بصراحة. تمام، طيب تعال نبص الأول نظرة سريعة على شكل العجلة وبعد كده نخش على مكوناتها. تمام، يلا بينا. نبدأ مع بعض نشوف المساعد. طبعا بيبقى فيه مساعدين ألمونيوم، ده حديد. تمام، سيبكوا الاول مع ايه شكلها، بعد كده هنخش على المكونات. شكلها ما شاء الله جميلة جدا، واللون المط ده اصلا مخليها كمان ايه مميزة يعني. طيب عشان ما الفيديو ما يبقاش طويل يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنبدأ عليها وهي السرعات. السرعات شيمانو، تمام، لو جينا شفناها من تحت هنلاقي ان هي شيمانو. حاول اقربها لكم. شيمانو اندونيسيا، جميل قوي. طيب فرامل مع سرعات، نروح على التروس. هي سبعة تروس في ويل، نزلها كده سنة. تمام، جالاكسي تبوس، جالاكسي يعني نقدر نقول متوسطة ولكن طبعا أقل من الشيمانو. المكنة الأمامية جي ال اكس جالاكسي برضو، القران كده جالاكسي. تمام، المكنة دي شيمانو تورني تي زد، تشتغل 6 سبيد و7 سبيد، بس هي 7 سبيد. جميل جدا. بالنسبة للسرة، السرة دي انا مش عارف هي حديد ولا ألمونيوم، علشان برضو نديكم المعلومات الصح هنجيب المغناطيس اهو. الاسلاك دي حديد يا جماعة، بالنسبة للسرة فهي السرة برضو حديد. جميل جدا. طيب بالنسبة للفرامل، فرامل ديسك كتلة اهي جالاكسي برضو، والجانت بيتفك بسهولة او كويك ريليز يعني. بالنسبة للسنادة بتيجي كده، بتيجي هي بسندتها. هنا في مكان لشيالة خلفية، هنا تقدر تحط رفرف بدل ما تثبته هنا، ممكن تثبت هنا بطريقة معينة. البدلات بتاعتها على قدها بلاستيك. تمام، الكرنك ده حديد اللي هو الترس الأمامي يعني. تمام، أزرع الترس الأمامي. ماسورة الكرسي الين كي، ودي طبعا قيمة ألمونيوم. كرسي كويك ريليز سهل انه يعلى وينزل بسهولة. الكرسي بتاعها من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا لان هو مبطن جامد يعني، لو جينا حتى شفنا التقفيل بتاعه. بص انا بوريك العجلة كأن العجلة قدامك، التقفيل بتاعه فوق الممتاز، لان في كراسي بيبقى بدبابيس بتتفك بتطلع من هنا، فانا شايف ان الكرسي بأمانة حتى الخامة بتاعته حلوة جدا يعني. طيب بالنسبة للفريم فبيجي من هنا بالمنظر ده، مبطط من فوق صراحة، لونها ما شاء الله وجاي من هنا اهو. بالنسبة للجدون حديد، رقبة الجدون ألمونيوم يعني، يعتبر كلها ألمونيوم ما عدا الجدون ده حديد بس.
طيب في ابون جانبيه شكلها مميز جدا ومش مكتوب عليها حاجه، يعني تقدر تحطها في عجلتك او في اي عجله تانية لو عايز. الابون الجانبيه دي فايدتها ايه؟ لو عربيه فتحت الباب ولا حاجه بتحمي ايدك او لو وقعت لا قدر الله. طيب كده ما فضلناش غير السره الاماميه، برضو نفس الكلام حديد، الجنط بيتفك برضو بسهوله. تمام، الكاوتش، نوع الكاوتش ايه؟ تعالى كده نشوف نوع الكاوتش. طيب نوع الكاوتش ده بيجي ببعض العجل اللي بيجي من بره استيراد خارج، وهو شوينج. شوينج ده خامة نظيفة جدا. انت بتعرف الكاوتش بقى لوحدك، يعني انا مش محتاج بقى اقول لك الكاوتش ده خامة نظيفة ولا لا. لقيت الخامة طرية كده في ايدك تعرف ان الخامة دي نظيفة. لو لقيت الخامة ناشفة جدا، الكلام ده لما تفسي الايه او تطلع الهواء اللي في الكاوتش، لقيت الخامة ناشفة جدا تعرف ان النوع رديء جدا. طيب ده يا جماعة كان الموديل بتاع جالاكسي A5. اتمنى ما كنش نسيت حاجة في الريفيو، ويا رب يعني يكون عند حسن ظنكم ويكون الريفيو عجبكم. برضو حركة صايعة جدا وجميلة جالاكسي عملتها، وهو انه اعطاك الوان من الفريم، تلات اسلاك دول اهم لو هنلاحظ، بنفس لون الفريم في الجنط، جنط اللي ورا والجنط اللي قدام. اسيبكم مع نظرة اخيرة للعجلة، وبعد كده نطلع نجربها مع بعض. عجلة ما شاء الله. كده ما فضلش غير ايه نقول سعرها بقى. العجلة دي سعرها جديدة 2700 جنيه او 2800 حسب التاجر. نفكرك تاني نقول لك العجلة دي في منها حديد وفي منها الومنيوم. الالومنيوم اغلى واخف طبعا. يلا بينا تعالوا نجرب العجلة.